قصتنا اليوم عن المصور الفوتوغرافي ابن بلدة بيتا وهاج بني مفلح اللي افتتح معرضه الأول عين من الجبل. عين من الجبل هو معرض فلسطيني يتكون من صور من عدة مناطق من ضمنها القدس، نابلس، بيتا. حبيت في هذا المعرض أبين الإنسان الفلسطيني ومقاومة الإنسان الفلسطيني وجسارته في مقاومة الاحتلال، وأظهرت كمان جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. عين من الجبل هو عين من جبل صبيح في بيتا. كوني أنا من بيتا وثقت الأحداث اللي صارت في بيتا على مدار سنة ونص عن جبل صبيح بالتحديد، استطعت من خلال صوري أظهر جسارة شباب بيتا وأظهر انتهاكات الاحتلال بحق بيتا. الكل اشترك في الدفاع عن الجبل، الأمهات، الأطفال، الرجال، كل واحد قاوم بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة. لكن هاي الصورة من أكثر الصور كمان اللي بتأثر فيها، الصورة هاي للشاب فايز بني مفلح ابن عمي، لحظة إصابته برصاصة قناص إسرائيلي استهدفه بعينه كونه كان يحمل العلم الفلسطيني. أنا بعد إصابته تحيرت أصور ولا أسعف ابن عمي، لكن اخترت أني أصور وأنا أسعف فيه برضه. هي من الصور اللي لاقت رواج واسع واللي كمان حكوا عنها الاحتلال الإسرائيلي. هاي صورة مصطنعة لكن هي واضحة ما فيها أي تصنع بصراحة. يعني كل ما أشوفها بتذكر كيف كانت عينه نازلة قدامي. يعني اللي بشوف الصورة بتوقع أنها طلعت هيك عادي، لكن خلف كل صورة في معاناة. إحنا بنحط حالنا بين الرصاص أيضا. أنا كنت تحت مرمى القناص هذا، يعني إذا ما أجت في فايز بتيجي فيه رصاصة. بس رسالتنا الفلسطينية بدها توصل للعالم كله، يعني في أي طريقة كانت. الاتجاه الأول كان نقل الحدث، ما حصل في بيته وما يحصل بشكل يومي ضد الاستيطان. التوجه الثاني نقل ما خلف الحدث من حياة الفلسطيني سواء في بيته أو في المدن الفلسطينية. والشق الثالث واللي كمان الأكثر أهمية اللي هي صور الطبيعة وصور من فلسطين، صور حتى البورتري الإنسان الفلسطيني، وهذا الشيء كمان توجه ثالث للمصور الفنان الشاب وهاج بني مفلح. ومن هون بنلاقي انه غطى اكثر من خلينا نقول مدرسه او اكثر من توجه للمصورين الصحفيين في فلسطين. بس التوجه الأهم باعتقادي اللي احنا لازم نشجعه انه تبني مؤسساتنا خارج فلسطين، من سفارات ومؤسسات خارج فلسطين ومؤسسات داعمة للشعب الفلسطيني، لتبني مثل هذا المعارض لنقل الحدث وما يحصل في فلسطين من خلال عين المصور الفلسطيني الشاب.
لبرنامج دنيا يا دنيا رينات خشان.